هذا مركز. السلام عليكم. حياكم الله، هذا مضيف شنان، احنا بمنطقة شنان الآن، محافظة شنان. هذا المضيف على الطريق الدولي بين حايل وبين بريدة. كم يبعد عن حايل يا محمد هذا؟ 70 كيلو عن حايل. هذا للضيوف ونبي قهوة. حياه الله بضيافة أهل الحي، سأل أسلم ما قصر وبيض الله وجيهم، والمحافظ الله يبيض وجهه اللي حط المضيف هذا العابر الطريق والضيوف والناس اللي تبي تستريح. طبعا المضيف عرضه 15 متر ب25 وفاتح الى الساعة 12 بالليل ولا لا يا محمد؟ والصباح الساعة 7، من الساعة 7 صباحا الى الساعة 12 بالليل. حياكم الله، مشكورين على القائمين على اليوم السبت 4/7/1438